إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم أيها الأفاضل أيتها الفضليات في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإسلام والحياة. هذا البرنامج الذي نستقبل فيه أسئلتكم واستفتاءاتكم واستفساراتكم ليجيب عليها أصحاب الفضيلة العلماء. يسرنا أن يكون ضيفنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ العلامة الدكتور حمزة أبو فارس، عضو مجلس البحوث والدراسات في دار الإفتاء الليبية وأستاذ الشريعة في الجامعة الليبية. أرحب بكم شيخنا الشيخ حمزة، مرحبا بكم. أهلا وسهلا. يا مرحبا. قبل البدء أيها الأفاضل، أذكر بأرقام هواتف البرنامج وهي على النحو التالي: 021-33-47-401، 021-33-47-402، 021-33-47-403. ويمكنكم أيضا التواصل عبر صفحات التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم كذلك متابعتنا على البث المباشر على صفحتنا في الفيسبوك. ولكن قبل البدء في استقبال أسئلتكم واستفتاءاتكم، نود أن نستمع إلى شيخنا العلامة الدكتور حمزة أبو فارس ليكمل ما بدأه قبل أسابيع في الحديث عن تاريخ التشريع الإسلامي، وكان قد انتهى في آخر حلقة إلى الحديث عن أهم كتب المذهب المالكي، وكان حديثه أو بدأ الحديث عن المدونة. اليوم إن شاء الله نعيد ما بدأه فضيلته عن الحديث عن المدونة، ثم إن شاء الله نكمل بعض الأمور الأخرى التي لها علاقة بالمذهب المالكي. شيخنا، المدونة هي لعلها أشهر كتاب، أو هي والموطأ أشهر كتابين في المذهب المالكي. يا ريت تعطينا وتعطي المشاهدين نبذة عن هذا الكتاب العظيم الذي يعد الأصل الأول لعله في المذهب. تفضل شيخنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها السادة المشاهدون والسادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، تحدثنا أو ما زلنا مع تاريخ التشريع الإسلامي، وقد انتهينا بفضل الله وعونه سبحانه وتعالى من الحديث عن المذهب الحنفي، وقدمناه لأنه أقدم المذاهب من حيث التاريخ. ثم استأنفنا الكلام عن المذهب الثاني من حيث التاريخ أيضا، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. وتحدثنا بما فيه الكفاية، ومع أن الحديث عنه طويل هو مهما كان، وتحدثنا عن حياة الإمام مالك وعن صفاته الخلقية والخلقية، وعن حتى حياته الخاصة، عن مسكنه وأكله واستضافته للطلبة، وطريقة تدريسه للحديث، وطريقة تدريسه للمسائل عن الفقه. وتحدثنا عن كتبه أيضا، أشهر كتبه، وذكرنا الكتب المجمع عليها، كما ذكرتم يعني في مقدمتكم أن أهم كتابين هما الموطأ والمدونة. ويوجد بعض الرسائل الأخرى يعني فيها خلاف أحيانا بين أئمة المالكية، منهم من ينسبها إليه ومنهم من ينفيها عنه. فلما كانت المسألة تتعلق بكتابين، الموطأ والمدونة، وقد تحدثنا حديثا قصيرا هو الحقيقة عن الموطأ
وذكرنا حتى أهم من شرح هذا الكتاب. نعم. وبقي الحديث عن المدونة، والحديث عن المدونة حديث طويل ذو ذيول. نعم. ونجزه، لا أعرف لماذا قلت طبعا في الحلقات الماضية، لكن إيجاز المسألة كالآتي. نعم. كان الإمام مالك يعني متصديا لتدريس المسائل كما ذكرنا غير الحديث. نعم. وذكرنا أن الحديث كان يخرج له على هيئة خاصة، يعني يستعد لها فيغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ما عنده ويدخل إلى حجرته لما كان يدرس في البيت، لأنه درس في المسجد النبوي ودرس في بيته، في البيت يدخل قبل الطلبة ويرخي الستر بينه وبينهم، ثم يؤذن لهم فيدخلون، فإذا أخذوا مجالسهم نعم وأزاح الستارة وابتدأ درس الحديث، وقد تحدثنا عن ذلك بما فيه كفاية إن شاء الله تعالى. فلما كان يلقي المسائل أي الفقه، وكان يخرج من غير تلك الهيئة، لكن لا يعني ذلك أنه يخرج كيفما اتفق، ولكن لا يعطي المسائل يعني أهمية في اللباس والتصرف مثل ما يعطي للحديث. نعم. فكان يعني يسأله الناس فيجيبهم، وأحيانا يدخل عليه من ليس من تلك المنطقة فيسأله، وكان محترما، يعني يصعب السؤال سؤاله إلا عن الأمور الواقعة، لأنه كان لا يحب الافتراضات كما ذكرنا. فكان يحضر هذا المجلس الفقهي جماعة يعني جاءوا من كل حدب وصوب، تحدثنا عن أهم تلاميذه أيضا، ولكن أشهرهم بالنسبة يعني صبحة مدارس بعد ذلك تلاميذ الإمام لما رجعوا إلى بلادهم كونوا مدارس فقهية مالكية. نعم. فتوجد مدرسة عراقية وتوجد مدرسة يعني مصرية وأخرى قروية أو إفريقية وأخرى مغربية أو أندلسية. نعم. يعني التلاميذ انتشروا في الأصقاع ويعني نشروا فقه مالك رحمه الله تعالى. نعم. لكن من أشهر المدرسة، أشهر تلاميذه في المدرسة المصرية، وعبد الرحمن بن القاسم العتقي. نعم. وكذلك أشهب بن عبد العزيز، وكذلك عبد الله بن وهب. نعم. فيعني وابن عبد الحكم كذلك، عبد الله صاحب المختصرات المشهورة. نعم. فكانوا يحضرون دروسه ويعني يفهمون عنه تلك المسائل التي يسأل عنها أو التي هو يدلي بها، وكانوا يسجلون ذلك. فابن القاسم رحمه الله تعالى من أشهر هؤلاء التلاميذ، وهو ثقة معروف عند أهل الحديث. نعم. فيعني ابن القاسم هذا يقول أصحاب التراجم إنه مكث عنده حوالي 20 عاما يستفيد من علمه، من فقهه، ومن حديثه، ومن أخلاقه. نعم. سجل منه ذلك، ومن الذين يهمنا أو من الذين نهتم بهم ونحن نتحدث عن المدونة هو علي ابن زياد الطرابلسي. نعم. وبهذه المناسبة يعني نحن نعرف أن علي بن زياد من طرابلس، أي نعم. طرابلس الغرب. نعم. سافر إلى الإمام مالك من طرابلس وسمع منه الحديث والفقه، ولذلك نجد الكتب التي اعتنت بالأحاديث منهم القضي، لأنه له كتاب الموطأ، يعني لأن سماعه من الموطأ اختص به، وللأسف يعني فقد أكثره ولم توجد إلا قطعة واحدة ذكرناها في السابق، وقلنا إنه اعتنى بها الشيخ النيفر. نعم. فمن علماء تونس،
وطبعت، هي قطعة قصيرة لكنها مفيدة جدا وتبين لنا منهج الإمام في هذا الموطأ. وقد ذكرنا في حديث سابقة أن الموطأ سمعوه كثير من الناس وكل يعني أدلى بما عنده من هذا الموطأ، حتى أصبحت هناك موطآت، يوجد موطأ ابن القاسم ويوجد موطأ أشهب وموطأ ابن وهب إلى آخره. نعم، كثرة الموطآت. بالنسبة لعلي بن زياد، هذا سمع الفقه وسمع الحديث ثم رجع، رجع أولا إلى بلاده أي طرابلس، ولكنه لم يستقر فيها بل تابع مسيرته إلى تونس، وهناك تصدى للتدريس فأخذ عنه يعني تلاميذ كثيرون. من أشهر هؤلاء التلاميذ أسد ابن الفرات العالم المشهور الذي توفي وهو يحاصر جزيرة صقلية الإيطالية المعروفة الآن، ومعروف أن الإسلام قد دخلها واستقر فيها، بل وأخرجت لنا ثلة من العلماء المالكية. المهم أن أسد بن الفرات يعني سمع علي بن زياد، ثم بعد ذلك سافر إلى الإمام مالك لما كان الإمام مالك ما زال حيا، فأراد أن يأخذ من الأصل، فذهب إلى المدينة وسمع أسد بن الفرات، هذا سمع من الإمام مالك يعني كثيرا من الأحاديث وكثيرا من المسائل. وأسد بن الفرات كان يعني كانت عنده طريقة يعني هي طريقة أقرب ما تكون للمدرسة المدارس العراقية، وهي حب الاستطرادات وحب الافتراضات، أي حب الإجابة وحب معرفة الإجابة عن أسئلة وعن وقائع لم تقع بعد. وهذا يعني ليس من منهج الإمام كما ذكرنا آنفا، فيعني ضاق به ذرعا الإمام، وعندما سأله في إحدى المسائل قال له هذه سلسلة بنت سليسلة فعليك بالعراق. فذهب أسد بن الفرات إلى العراق، وبطبيعة الحال لم يلحق بالإمام أحمد والإمام أبي حنيفة، عفوا لم يلحق بالإمام أبي حنيفة، قد توفي سنة 50 و100، بل لحق بتلميذه محمد بن الحسن الشيباني، فأخذ عنه العلم ووجد بغيته من حيث يعني الافتراضات، وسجل تلك المسائل يعني. ثم بعد ذلك توفي الإمام مالك سنة 79 و100، والإمام أسد بن الفرات ما زال في العراق. ولما سمع وحضر وشاهد بعينيه توجع الناس يعني عندما سمعوا بوفاة الإمام مالك، فيعني انفطن إلى هذه أو هذا الكنز الذي تركه، فرجع إلى المدينة فسمع بعض تلاميذه المدنيين، وثم بعد ذلك ذهب إلى مصر. ولما كان يعلم أن ابن القاسم كان أكثر حضورا وكان أكثر ملازمة للإمام يعني وصل به الطواف إليه، بعد أن حاول أن يأخذ عن أشهب فلم تعجبه طريقته، وذهب إلى ابن وهب، فكان ابن وهب كان يغلب عليه الحديث، وأسد بن الفرات كان يريد المسائل أي الفقه. نعم. فنصح بالذهاب إلى عبد الرحمن بن القاسم، وفعلا ذهب إلى عبد الرحمن بن القاسم، وهناك بدأ يعرض عليه المسائل وهي في قوالب عراقية. نعم. أكثرها على منهج أصحاب أبي حنيفة. نعم. ولكنه يريد أن يعبئها. نعم. أن يملأها بعلوم مالك، فكان يسأل ابن القاسم وابن القاسم يجيب، تارة ما زال يستحضر ما قاله مالك في المسألة، وتارة لا يستحضر فيقول له لم أسمع من مالك شيئا أي في هذه المسألة،
ورأيي كذا. المهم لما انتهى من سماع ابن القاسم أسد بن فرات رجع فمر بطرابلس، ثم بعد ذلك ذهب استقر به المقام في تونس، يعني رجع إلى المصدر الذي انطلق منه. فهناك تصدى للتدريس وبدأ يسمعهم قول مالك، لكن يعني كثير من التلاميذ في تونس لم تعجبهم هذه الطريقة، قالوا إنه قالوا له جئتنا بإخال وأحسب وأظن إلى آخره، وإنما نريد فقه مالك. فالمهم بدأ يدرس وسمع منه كثير من الناس، وممن سمع منه الإمام سحنون عبد السلام بن سعيد، سمع منه المسائل الفقهية وكان يعني يدون. ثم بعد ذلك يقال إنه أراد أن يختصر الوقت، فحاول أن يستعير من أسد بن فرات أسديته، لأن ما دونه عن الإمام على الطريقة العراقية كانت تسمى الأسدية نسبة إلى الجامع لها وهو أسد بن فرات. فبعض كتب التراجم تقول إنه لم يحصل له ذلك، وبعضهم يقول إنه أعاره إياها، وبعضهم يقول إنه أخذها على حين غفلة من صاحبها ووزعها على بعض زملائه فكتبوها بسرعة ثم أرجعها إلى مكانها. وأيما كان الأمر فإن يعني سحنون حصلت له نسخة من الأسدية، فسافر بها إلى مصر، وقد سمع بوفاة الإمام مالك، وتوجد بعض الأقوال التي تقول إنه ذهب إلى مصر مرتين. المرة الأولى كان يمكنه أن يرى مالكا إذا استمر في سفره، ولكن الفقر هو الذي منعه من ذلك. ونعم يكررون قولة ينسبونها سحنون، يقول لولا الفقر لا أدركت مالكا. وأيما كان الأمر، السفرة الثانية لا توفي الإمام مالك فلا سبيل إلى اللحاق به، فذهب إلى ابن القاسم ومعه كما ذكرنا نسخة من الأسدية وعرضها على ابن القاسم. وكان هذه المرة يعني بالنسبة للإمام سحنون يعني كان متفرغا للمسألة هذه، يعني وكان يسأله ببطء وبفهم ويستفسر منه بدقة، هل قال ذلك مالك أو قلته أنت أو أحد أئمتي أو أحد تلاميذ الإمام مالك، فسجل ذلك. نعم، ويقال إن ابن القاسم لما انتهى من تسجيل هذه المسائل التي ما زالت تعرف كأنها أسدية لأنها لم تدون بعد، يعني ابن القاسم قال لسحنون إذا رجعت إلى تونس فمر أو اطلب من أسد بن فرات أن يعدل ما سمعه مني على سماعك هذا. فلما رجع سحنون، وطبيعة الحال كان السفر يأخذ وقتا طويلا، وعلمنا من كتب التراجم أن سحنون هذا مر بالبلاد الليبية ومكث فيها فترة لا بأس بها، وسمع منه قبل أن يرجع إلى تونس، سمع منه يعني كثير من الليبيين خصوصا في بلدة أجدابية وكذلك في طرابلس، علمنا ذلك من مما ذكره القاضي العياض في مداركه. رجع إلى تونس فيعني وطلب من أسد بن فرات أن يعدل أسديته على ما سمعه أو على حسب ما سمعه سحنون من ابن القاسم السماع الأخير. فيقول بعض المترجمين يقولون إن يعني إن أسد بن فرات أبى أن يفعل ذلك، والله أعلم بحقيقة الحال. على كل حال
يعني سحنون تصدى يعني أسمع الناس ما دونه، وبدأ يرتب، لأن في حالة السماع كانت المسألة فيها نوع من الاستعجال، لم ترتب. ولما رجع إلى تونس وبدأ يدرس ويسمع هذه المدونة للناس، ومن قبله كما ذكرنا في الأراضي الليبية بدأ ينظمها تنظيما خاصا ويرتبها ترتيبا خاصا ويدللها، أي يملأها بالأحاديث والآثار. وأكثر ما اعتمد عليه هو موطأ عبد الله بن وهب، فقد نقل منه كثيرا. وإذا رجعنا إلى المدونة فنظرنا فيها نظرة فاحصة، ولما نتحدث عن المدونة هنا نتكلم عن المدونة الكبرى، لأن كلمة المدونة تغير اصطلاحها عند المالكية في القرن الرابع، فأصبحت إذا أطلقت فإنها تنصرف لمختصر البرادعي، لكن نحن نتحدث عن المدونة الكبرى أو ما يسمى في اصطلاح الفقهاء المالكية بالكتاب. وكذلك يطلق عليه على هذه المدونة الأم، فهذه اصطلاحات معروفة لدى الفقهاء. قلت ذيلها بأحاديث وآثار، وأكثر ما اعتمد في ذلك على موطأ ابن وهب، ولكننا نجد أحيانا يستدل لبعض المسائل من خارج المذهب، أو يذكر أقوالا لبعض العلماء المعاصرين للإمام. وهذه مسألة نستشف منها أن يعني سحنون في بعض هذه المواقع لم يرتضي الحكم الذي ذكره مالك رحمه الله أو الذي نقله إليه ابن القاسم، ولذلك تشعر بذلك في آخر المسألة في ذيلها، يذكر كلاما للأوزاعي أو لغيره. لما يعني سحنون انتهى من المسألة هذه، لكنه لم ينتهي من تدوينها بمعنى الترتيب الكامل وإضافة البراهين والحجج من القرآن والسنة والآثار، لم ينتهي حيث توفاه الله سبحانه وتعالى، فلم يكملها على ترتيب واحد. ولذلك من يتتبع المدونة ويقرأها ويتفحصها فحصا دقيقا يجد فرقا بين أولها وآخرها. المهم أن الآن صبحت المدونة معروفة وسمعها الناس في ليبيا وفي تونس ودونوها، بالنسبة لليبيا قبل أن ترتب، وبالنسبة لتونس بعدما رتبها ودلل لأكثرها. هذه مسألة تصنيف المدونة. شيخنا عفوا، إذا كان لدينا وقت. نعم، لا هو أظن يعني وقت على استقبال الاتصال، لكن من الذي سماها المدونة؟ هل هو سحنون أو أسد بن الفرات؟ لا، أسد بن الفرات كانت تسمى في عهده الأسدية. نعم، لكن في عهد سحنون لما يعني دونها تدوينا جديدا ورتبها أصبحت تعرف عند الناس بالمدونة. يعني لم يسميها هو، إنما عرفت هكذا عند الناس بعد أن دونها. عرفت عند الناس. نعم نعم، بارك الله فيكم. أخي المخرج نأخذ اتصال. طيب عفوا شيخ، أنا نشرع في استقبال اتصالات المتصلين. شيخنا جزاكم الله خيرا. الأخ محمد من بنغازي. آمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم أخ محمد، حياك الله يا شيخ فوزي، وحياك الله يا شيخ حمزة أبو فارس. الله يحييك يا أخ محمد، تفضل أخي الكريم. قلت لك يا شيخ أنا بديت في الحلقة وقص علينا ضي ما عرفت الموضوع، لكن أنا عندي مداخلة نبيها في التناصح، ونبي ننبه بها الشعب الليبي بصفة عامة يا شيخ. بسرعة أخي محمد. نعم نعم، الله يبارك فيك. والله يا شيخ ما زال شهرين او اقل علي احتفالات 17 فبراير ان شاء الله، ويعني مصر ما نلقى ارواحنا في يوم 17 فبراير. وانا لاحظت يا شيخ في ثلاث سنين الاخيره ان منصه الاحتفال تحتكر يا شيخ، تحتكر وما تجد الصوت للثوره، تجد صوت للشاب جيلاني والفرق الماجنه مثل الرقص والغناء. نعم، يعني
وانا صاير معايا موقف من قبل يا شيخ، مسكوني ميليشيات في طرابلس، مسكوني ويسبوا في الجلاله وعندهم نعره قبليه في الـ في الـ في الاحتفال اللي فات، لقيتهم هم نفس الاشخاص، لقيتهم هم اللي امنوا في الـ في الـ في الاحتفال في ميدان الشهداء. نعم عرفت يا شيخ. نعم اخ محمد، بنبه الشعب ان الشعب بالقوه، الشعب اقوى من العصابات هذه اللي تجي تحتكر في الميدان. نعم. لو يجد الشعب وعيها النقطه هذه يا شيخ، نبوا صوت الثوره يطلع، نبوا كلمه الحق تنقال يا شيخ. الله يبارك. نعم شكرا يا اخ محمد. طيب الاخ صالح من العربان. نعم اخ صالح. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا اخ صالح، تفضل. حييك الشيخ، بارك الله فيك. الله يحييك يا اخ صالح. نعم. سؤال بارك الله فيه، يعني في بعض الوظائف ذكرت في السنه. نعم. اول من تشعر بهم النائب العلماء، كذلك الاغنياء الاقوياء القضاء. نعم. وظائف معينه عندها الوعيد الشديد يعني. نعم. التجار، القضاء، ولي الامر، الملك الكذاب، وعيد يعني بالنار. نبغى تاريخ من الشيخ. طيب خاصة القضاء يعني. طيب بإذن الله أهمية قاضيان في النار وقاضي في الجنة. تسمع الإجابة بإذن الله يا أخ صالح، شكرا على مداخلتك. شكرا. نعم. طيب الأخ محمد من وين؟ الأخ محمد من جالوت، تفضل أخ محمد. السلام عليكم. مرحبا دكتور فوزي. مرحبا أخي، تفضل أخي، تفضل. أهلا وسهلا بكم. سلم على الشيخ حمزة، أسأل الله يطول في عمره ويحفظه إن شاء الله. آمين. الله يبارك فيك أخ محمد. كان عندك سؤال؟ دكتور أنا عندي بس كي ملاحظة، يعني استفهام بس يعني بسيط. تفضل. بخصوص طبعا موضوع الانتخابات، أن الأيام الجاية يعني يقال أن البلد يعني مقبل على الانتخابات. نعم. فنريد فضيلة الدكتور العلامة الشيخ حمزة، نسأل الله يطول في عمره، توضيح يعني الموضوع هذا، يعني من حيث الجواز وعدم الجواز. هنا يعني نحن بلادنا الله غالب، يعني جينا ما بين المداخلة وما بين الناس تكفر وما تبيش الانتخابات، وناس تبدع وترى ان الامر هذا لا يجوز. فلعل الناس مرات الناس الخيرة والناس الكويسة تحجم على المشاركة في هذه الانتخابات، فيصبح الامر مفتوح امام الناس اللي هم حيضروا بالبلاد، كما حصل في البرلمان بتاع طبرق. احسنت اخي الشيخ. يعني كما تقول ان الانتخابات هذين شن يعني شن ربطا بالدستور؟ هل هن الانسان يقبل عليهم او ضروري نعرفوا شكل الدستور؟ نبوا توضيح يا شيخ، راهو الامر راهو اذا كان المشايخ هذوما ما وضحوش الامور هذين تصبح فوضى، ويصبح الامر للرؤوس الجهال حيقودوا الناس باذن الله. تسمع يتخبطوا الناس، فنسال الله انه يوفق الجميع. امين. تسمع الاجابه ان شاء الله اخ محمد، شكرا جزيلا. الاخ احمد من طرابلس، تفضل اخ احمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا اخ احمد. حياك الله دكتور فوزي، وحيا الله العلامه حمزه ابو فارس حفظه الله تعالى، وحفظكم وحفظ علماء ليبيا. الله يحييك اخ احمد. نعم. اتصلت على اساس اتكلم عن موضوع الانتخابات، ولكن بارك الله فيه الاخ اللي قبلي اجاد السؤال. نعم. ولكن اضيف عليه بس كلمه من عالمنا الفاضل حمزه ابو فارس لاهل الحق، لانهم منقسمين اهل الحق. يعني في حالة هذه موضوع الانتخابات إذا كان يعني فعلا مشروعة ويجب الدخول إليها، كلمة لأهل الحق أنهم يجتمعوا لا يتفرقوا كما فعلوا في الانتخابات الأولى، فصعد أهل الباطل وخرج أهل الحق. نعم بارك الله فيكم. فيكم وبارك في علمائنا وحفظهم الله. شكرا أخ أحمد، بارك الله فيك. سلام. طيب شكرا. الأخ محمد من بنغازي، تفضل أخ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ مرحبا أخي، تفضل أخ محمد. كيف حالك؟ يعطيك الصحة، ونحيي الشيخ حمزة أبو فارس، نسأل الله يطول في عمره إن شاء الله يا رب. الله يبارك فيك، الله يحييك أخي، تفضل. عندك سؤال؟ شيخنا باختصار، أنا يا ريت أن شيخنا ينوه على القضاء وأعضاء النيابة ويتقوا الله في أنفسهم. أنا أمر عظيم للشيخ صلاح الدين الصور، تكلم في جميع القتل جميع الا الشيخ نادر العمراني لما يتكلم عليه، ومشايخ بغازي لما يتكلم عليهم. اني شو الحكمه في الشرع بالله عليك لما يتكلم على اشخاص قتلوا ممكن يكونوا مجرم، لكن المشايخ لم يتطرق اليهم نهائيا، شو الحكمه يا شيخ بالله عليك؟ طيب باذن الله تسمع الاجابه ان شاء الله. وعليكم السلام ورحمه الله. طيب الاخ احمد طرابلس. نعم يا اخ احمد، تفضل من طرابلس. السلام عليكم. حياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. في مسألة تكلم عليها الشيخ وحمزة سابقا، مسألة
الاذان هذه اللي قبل الفجر تقريبا الشيخ حمزه سمعته قال هي سنه واعجبها يعني، لكن انا الحديث انا بحثت من ناحيه حديثيه، اصح حديث يقول ملخص الحديث: لا يمنعن احدكم ابن ام مكتوم ان يؤذن بليل فربما يؤخذ النائم ويرجع القائم، يعني لا يمنعن، كان الصحابه كانوا يمنعون، فكيف لو كانت سنه كيف يتجرأ اي صحابي ان يمنع صحابي اخر؟ بس نبي توضيح من الشيخ على المساله هذه. بارك الله فيك. بارك الله فيك، شكرا يا اخي. طيب الاخ خالد طرابلس من طرابلس. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نعم. نهارك مبارك شيخ. الله يبارك فيك يا خالد، تفضل عندك سؤال. عندي استفسار بالله لو سمحت. تفضل تفضل. بارك الله فيك. والله عندي محل يعني عقار تو ملكيته للدوله. نعم. الملكيه الاولى يقولوا لي للطليان والامور هذه، يعني ما جانا حد تو ما جاء حد ندفعه في الايجار للدوله. نعم. المهم العماره اللي فوقها العقار هذا آيلة للسقوط. نعم. احنا واخدين عتبه يعني زي ما تقولوا شارين عتبه، لكن ندفع في الايجار قاعد من يوم اخذوه لتو. نعم. هم تو في حد بيشتري العماره كامله بالمحلات اللي تحت واللي فوق. هل يمكننا نبيعوا عتبه احنا؟ يعني يجوز لنا. طيب انتم شريتوها عتبه ايضا ولا شريتوها ولا يعني ملك استاجرتوها من الدوله؟ لا احنا اللي واخدينها من اللي ماجرها من الدوله، وخذينا قاعده نفس الشيء، ضيرنا العقد الاستئجار انتفاع يقولوا له بس نحن واعطيناه هو العتبه بتاعها وقعدنا ندفعه يعني، وحتى اللي بياخذ منا بيقعد نفس الشيء يعني ملكيته مش حتتغير. لكن نعم باذن الله تسمع الاجابه ان شاء الله خالد باذن الله. نعم. شكرا لك. شكرا استاذ. طيب اخ عبد المجيد من طرابلس، تفضل اخ عبد المجيد. اخ عبد المجيد من طرابلس تفضل. أخ عبد... السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل. مرحبا بك اخي. أخ عبد المجيد لو تجي في مكان فيه تغطية ما نسمعش فيك. يا لعلك تعيد الاتصال بنا أخ عبد المجيد. الأخت أم محمد بن غريان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حالك. مرحبا أختي، تفضلي تفضلي أخت أم محمد. الله يبارك فيك شيخ. بالله يعني شيخ بدي عندي سؤال تحت الهواء، بالله اتصلوا بي بعدين. نعم. سمحت. نعم. عندي سؤال، ما بدك تتصلي بي تحت الهواء؟ خلي رقمك ان شاء الله للاخوه في الكنترول ان شاء الله لعله يتصلوا بك انت. تفضلي. طيب من معي اخر؟ تمام شيخنا، لعله نبدا بالاجابه على نعم الاجابه على الاسئله. هو لعله ملاحظه من الاخ محمد بغازي نبدا به، يقول بان نحن على عتبة الاحتفال بذكرى 17 فبراير ذكرى هذه الثورة، ويقول بأن منصة الاحتفال حقيقة تحتكر من قبل بعض الناس ويعني تمارس عليها بعض المخالفات الشرعية مثل الغناء والموسيقى والطرب والاختلاط وكذا. يريد توجيه منكم عن هذا الأمر، ويريد بأن يعني ينبه إلى أن ينبغي لصوت الثورة أن يعلو فوق هذه المنصة في ذلك اليوم. ما توجيهكم شيخنا؟ فضل. والله هذه قضية عامة، هي يعني حكاية استغلال بعض الأماكن أو بعض المناسبات أو بعض التواريخ وكذا، يعني بخلاف ما يريد الشرع، هذه ممنوع. نعم. مهما كان صاحبها. نعم. فيعني إذا كان قضية توجيه نقول يعني نذكر المسلمين بصورة عامة وفي بلدنا بصورة خاصة أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أنفسهم أولا. نعم. فإنهم لا شك أنهم ذاهبون بعد قليل. احنا الآن يعني ندفن في الأسبوع يعني كثير من الأشخاص الذين كانوا يصلون ويجولون، وبعض منهم يعني صغار السن ما زالوا في سن الشباب، فلا يعني يذهبن أحد إلى أن الموت ما زال لم يصل إلي بعد لأنني الآن في عمر كذا. فالقضية الأعمار مقننة عند الله سبحانه وتعالى، لا فيها لا شيخ ولا مريض ولا صحيح ولا غير ذلك، فليتقوا الله في أنفسهم أولا لأنهم قادمون على المولى عز وجل وسيسألهم عن كل كبيرة وصغيرة. فالأصل فيه أن المسلم لا يضيع وقته نهائيا، فإما أن يشتغل على شيء يعود عليه بفائدة في الدنيا شريطة أن يكون
يعني محفوفا بالشروط الشرعية، وإما أن يدخر أعمال البر لآخرته، ما عندناش حاجة بينهما نحن. نعم. فلذلك معناها أنا أولا أعظ نفسي حتى قبلهم، وأعظ إخوتي نعم بصورة عامة أن يعتنوا بهذا الأمر، وألا يعصوا الله سبحانه وتعالى فيما يعني أوجدهم فيه، خصوصا المسؤولين، المسؤولون أولى بأن يحافظوا على طاعة الله سبحانه وتعالى. فالمفروض أن في المناسبات أن نري الله سبحانه وتعالى يعني طاعتنا له وليست المعصية. وإذا كان فات الأمر فسنندم ولا تحين مندم كما يقال. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. الأخ صالح من العربان يقول بأن ذكرت في بعض الأحاديث تهديد لمن يتولون بعض الوظائف العامة مثل القضاة، وذكر أيضا حديث أول من تسعر بهم النار، وذكر منهم بعض من ينتسب لأهل العلم وغير ذلك. يريد حديثا عاما عن هذه الوظائف، وما المقصود ب يعني إشمالهم في هذه الأحاديث؟ هو الذي فهمت من يعني سؤالين كأنهم يعني يتحدثون عن شيء واحد، وهي قضية خطورة القضاء. نعم. وهذه مسألة واضحة. نعم، فيعني القاضي يعني مهمته خطيرة جدا ووظيفته خطيرة جدا، وبالتالي يعني قضية كان السلف الصالح يهربون من هذه الوظيفة، يخافونها. وحتى إن بعض الأئمة يعني كأنهم اختفوا لما طلبوا لهذه الوظيفة، اختفوا حتى توفوا في حالة الاختفاء، والبعض منهم يقال إنه مات في السجن، فكانوا يعني يخشون هذه المسألة، لأن فعلا المسألة خطيرة. نعم. لأن فيها حكم يعني على لسان الشرع، فإذا كان هذا الحكم صوابا فيحصل لهم حتى ثواب. نعم. وإذا كان هذا الحكم باطلا فإن المسؤولية وإن الإثم سينالهم. نعم. حيث يعني يوم القيامة، حيث لا دينار ولا درهم، وإنما الحسنات والسيئات. ولذلك يعني شعر سلفنا الصالح بخطورة هذه الوظيفة، فكان لا يقبلها إلا القليل، لكن لا يعني ذلك أن يتخلى عنها من قبل الجميع. نعم. فإذا يعني بعض العلماء يعني عرفوا من أنفسهم أن يقوموا بهذه المهمة خير قيام، فعليهم أن يتولوا ذلك وليتقوا الله سبحانه وتعالى ويراقبوه. وأما الأثر الذي ورد في تقسيم القضاة إلى ثلاثة فقد ورد معه شرحه، وهي مسألة أن القضاة الثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، يتبع قضية أن من عرف الحق وقضى به فذلك في الجنة، ومن عرف الحق ولم يقضي به فهو في النار، ومن لم يعرف الحق وقضى هكذا كيفما اتفق فهو في النار. فالتقسيم من حيث التصرف ومبني على قضية ثقافة القاضي وتطبيقه لما علمه. نعم. المسألة ليست معنى ذلك أن الناس مقسمون إلى ثلاثة من حيث العدد، لا. نعم. وإنما من حيث الصفات. نعم. والله أعلم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. الأخ محمد من جال والأخ أحمد من طرابلس كذلك يتحدثان عن موضوع الانتخابات، ويقولان بأن البلاد مقبلة على انتخابات في بدايات لعله بداية العام القادم الذي لا يفصلون عنه إلا بعض الأيام. يقولون أولا الأخ محمد يطلب منكم حديثا عن حكم الانتخابات من حيث الجواز وعدم الجواز، وهل ننتظر الدستور وتربط هذه الانتخابات بالدستور. والأخ أحمد يريد كلمة لأهل الحق والثوار في أن يعني يجمعوا أنفسهم لأنهم منقسمون في الحقيقة، وذكر مثالا سيئا لانقسامهم بما حدث في انتخابات مجلس النواب. تفضل شيخنا. بالنسبة لحكم الانتخابات، هو الانتخابات ما هي؟ الانتخابات هي اختيار بعض الناس
ليمثلوا هم في جسم معين. وهذه المسألة الاختيار يعني ضرورية، وكل المجتمعات لا بد لها، لأن قلنا القضية لا تتعلق بشخص أو اثنين أو عشرة أو مئة، بل عشرات الألوف وأحيانا الملايين. فلا بد أن يكون هناك جسم فيه أناس يمثلون هؤلاء، فهم نواب عنهم. نعم. أي كأنك عندما تنتخب شخصا كأنك وكلته في هذه المهمة، وهي مهمة خطيرة. نعم. فإذا يعني انتخبت أهل الباطل فكأنك ساعدتهم ويعني تعاونت معهم، ومعلوم أن التعاون على الباطل ممنوع في الشرع. نعم. وإذا انتخبت ممن هو على الحق وتثق في دينه وأمانته فكأنك ساهمت في مسألة البر ومسألة يعني طاعة الله سبحانه وتعالى وخدمة الناس في قضاياهم. فهذه المسألة هي خطيرة، خطيرة من حيث المنتخب ومن حيث الناخب. من حيث المنتخب أيضا يجب ألا يتقدم إلا من رأى في نفسه الكفاءة وأنه سيتفانى في خدمة الناس، خصوصا فعلا احنا يعني المجتمع الليبي الآن ما زال يعاني الكوارث. نعم. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ البلاد والعباد. نعم. وبالنسبة للناخب، نعم، يعلم أنه فعلا على شفا جرف هار، لأنه إن انتخب من لا يصلح هذه مصيبة، وإذا انتخب من يصلح فقد ساهم في إصلاح البلاد. وبالتالي المسألة لا ينظر إليها لأن هذا من قبيلتي أو ابن عمي أو هذا كثير الأموال أو هذا لباسه جيد أو منظره لا بأس به إلى آخره. هذه مسألة ما تنفع في قضية الانتخابات. نعم. وإنما يصلح أن تضرب ألف حساب للشروط الشرعية. والفقهاء تحدثوا عن قضية يعني الوكلاء، لأنه وكيلك هذا يعني، والصفات التي يتصف بها أو يجب أن يتصف بها. فأنا يعني أنصح الناس بأن يعملوا أفكارهم ويعملوا جهدهم في اختيار الموفق والذي سيخدم المجتمع، لعل الله سبحانه وتعالى يصلح بلادنا ويلائم انشقاقها وهي في حالة الآن يرثى لها. نعم. والحقيقة هي يعني المسألة هذه طويلة الذيول كما يقال، فإن بلادنا وحتى بلاد المسلمين الآن المؤامرات التي تحاك ضدهم يعني قضية واضحة، يعني تفرقهم أشتاتا، ولا يرضى الأعداء أن نتفرق إلى فرقتين أو ثلاث، بل هذه الفرق لابد من تشتيثها حتى لا تلتئم. نعم. ولكن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجمع أمورنا وأن يوحد قلوبنا، فإنه هو القادر على ذلك، والله أعلم. بارك الله فيك. والأخ أحمد شيخنا هو يريد منكم كلمة لأهل الحق والتوار أنهم يجمعوا أنفسهم بدل هذا الانقسام الذي حصل، ويريد كلمة بهذا الخصوص. نعم. هي المسألة يعني يعلمها الناس جميعا، لكن لا بأس من التذكير. يعني يفترض أن نتوحد، يعني كل يعني أهل الحق يتوحدون ولا ينظرون إلى مصالحهم الشخصية ولا القبلية ولا ما إلى ذلك، وإنما النظر إلى مصلحة الإسلام والمسلمين حيث كانوا. فنعم التفرقة معروفة يعني تسبب فشلا ذريعا، ولا يستطيع أحد الإصلاح في حالة التشرذم وحالة التشتت. فإذا لم نترك ذلك ونلتئم ولا يكون المعيار الذي ننظر إليه إلا قضية الحق والباطل، فإن هذه المسألة تقربنا وتوحدنا، ونترك جانبا ما يخطر ببالنا من المصالح الشخصية أو القبلية أو غير ذلك. فالمسألة والله واضحة تماما هي. نعم. لمن يخشى الله ويتقه ويضرب حساب لليوم الآخر،
واليوم الآخر قريب عندما توضع في القبر، هذه بداية اليوم الآخر. نعم. عندئذ لا يدخل معك مالك. نعم. ولا قريبك ولا وظيفتك ولا جاهك. نعم. وإنما تترك وحيدا ويرجع الناس إلى أماكنك فيتحدثون عنك قليلا، هؤلاء الأصدقاء والمقربون، وأما البقية الباقية فلا يتحدثون عنك أصلا. نعم. ثم بعد ذلك يرجعون إلى أموالهم وأهليهم، وتترك أنت تترك وحيدا. نعم. في قبرك ويأتيك الأسئلة تترى، أما يوم القيامة فشيء يعني عجيب قد وصف في القرآن الكريم بوصف تقشعر منه الجلود. نعم. والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. الأخ أحمد بن طرابلس يتحدث عن الأذان الذي يؤذن قبل صلاة الفجر، صلاة الصبح، يقول بأن الشيخ حمزة قد والمشايخ قالوا بأن هذا الأذان يشرع، لكن هو فهم حديث الوارد لا يمنعن أحدكم أذان أو ابن أم مكتوم فإنه يؤذن بليل، هو فهم بأن الصحابة كانوا يمنعون ابن أم مكتوم من الأذان، هكذا فهم هذا الأثر. يقول كيف يكون هو سنة أو مشروع في نفس الوقت الصحابة يمنعون ابن أم مكتوم؟ لا، هو هذا يعني سامحوني صاحب السؤال. نعم. ليس المعنى كما فهم، لكن هو قضية لا يمنعن أحدكم، هي مفعول به هذا. نعم. قضية النبي صلى الله عليه وسلم يبين على أن الأذان، أذان ابن مكتوم، يعني قبل الوقت لإيقاظ الناس وتنبيههم، فليس على الناس أن يمتنعوا عن الأكل والشرب في مسألة الصوم فقط حتى يدخل الفجر الحقيقي، وليس معنى ذلك يعني المنع الذي فهم السائل، والله أعلم. نعم، يعني بمعنى أن هذا الأذان مشروع، يعني الأذان الذي في السنة. نعم، لا شك في ذلك. نعم. لا، والدليل على ذلك يعني مدرسة المدينة ترى. نعم. أن الأذان الأول نعم داخل في قضية السنية أو أقل الدرجات الاستحباب. نعم. نعم، أحسن الله إليكم. الأخ خالد بن طرابلس شيخنا يقول بأنه عندهم عقار تؤول ملكيته الأصلية للدولة، وهذا العقار مبني عليه عمارة، والعمارة هذه آيلة للسقوط، وقال نحن دفعنا عتبة كما يسمى الخلو أو العتبة، دفعناها للملك الأول وخرج، ونحن الآن ندفع الإيجار للدولة، وسيأتي أحدهم لاشتراء هذه العمارة عتبة، فهل تجوز هذه دفع الخلو أو العتبة أو لا يجوز؟ هو بالنسبة لمسألة الخلو أو ما يسمى عندنا في عرفنا بالعتبة، نعم، المسألة تتعلق بقضية، نعم، هو يعني استأجر عقارا معينا ثم بعد ذلك آجره. نعم. لغيره. نعم. هذه عندهم شرط واحد، وهو مسألة أن تكون المدة الاستئجار ما زالت ممتدة، يعني لو واحد يعني اكترى يعني منزلا أو عقارا أو شيء من هالقبيل يعني إلى سنة 2020 مثلا للميلاد. نعم. ثم بعد ذلك نحن الآن في سنة 2017 أو 18 فأجرها بقية المدة التي يملك هو أجرتها، فهذه ما لا شيء فيها كما ذكر يعني كما ذكرت المجامع الفقهية. وأما ما زاد على ذلك فممنوع، ولا أعرف أنا ماذا كيف طريقة الإيجار اللي تمت بين السائل. هو شيخنا يقول بأن هذا المؤجر الجديد يريد يشتري العقار عتبة، وهؤلاء الذين الآن يستأجرون سيسلمون له العقار بالكامل، يعني هذه قضية إيجارة ولا ملكية؟ يبدو أنها ملكية الجديد هذا. يبدو أنها ملكية، يعني هذا الجديد سيأخذ منهم العمارة وهم سيخرجون على طول، معش يعني معش ممتدة عقد الإيجار اللي بينهم وبين الدولة، خلاص ينتهي هنا، وهذا المستأجر الجديد هو الذي سيدفع الإيجار للدولة، ولكن هو بيدفع عتبة لهؤلاء حتى يخلوا هذا العقار ويطلعوا من العقار. إذن المسألة تابعة للخلو في. نعم. الحالتين. نعم، الخلو. نعم. يعني مش ملكية خالصة، خلو بعد خلو. نعم. هذه قضية نعم ذكرت، قضية تتبع المدة، مدة الإجارة هل انتهت وإلا ما زالت،
فإذا كانت ما زالت نعم لهم أن يفعلوا ذلك، يأخذوا منا عتبة لبقية المدة، وإذا انتهت ليس لهم ذلك وإنما ترجع للمستأجر الأول. نعم. فأنا لا أعرف ما حدث بالضبط مع هذا المالك الجديد. نعم. وكيف تمت المسألة، والذي فهمته من السؤال أصلا يعني كأنه ملكها أصلا. نعم. يعني مش حتى إيجارة. لعل مش عارف، لا أعرف. جزاك الله خيرا الشيخ حمزة أبو فارس، عضو مجلس البحوث والدراسات في دار الإفتاء الليبية وأستاذ الشريعة في الجامعة الليبية، على ما تفضلتم به. وأشكر أيها الفاضل، أشكركم أيها الفاضل على حسن متابعتكم، وحتى نلتقي في حلقة قادمة أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إسلامنا هداية وقاية. تشاهدون إعادة هذه الحلقة يوم غد في تمام الساعة 5:05 فجرا، ويعاد عند 12:05 ظهرا. إسلامنا هداية وقاية.